اروع من خوف وخفرة ومنقرع. انت في كلمة محمد واسمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل تألق الفرعون المصري في الفترة الأخيرة وتقديم مستويات رائعة للغاية، فكان من الطبيعي أن يستغل محمد صلاح شهرته الواسعة في توعية المجتمع الغربي عامة والمجتمع العربي خاصة، وده اللي بالفعل نفذه المصري محمد صلاح، فخر العرب وصاروخ الشرق المنطلق، علشان يحاول بقدر الإمكان إنه يوعي الناس من شراء المجلات الإباحية، وده بعد ما قرر محمد صلاح يلبس قناع أسود وتيشيرت أسود مرسوم عليه جمجمة وعلامة الإكس. ولكن للأسف رسالة محمد صلاح ما وصلتش لكتير من الناس، واللي محدش خد باله منه هو وجود شعار بلاي بوي للمجلة الإباحية الشهيرة، واللي كان محمد صلاح بيحاول بقدر الإمكان يوصل للناس رسالة أن متابعتك لمثل هذه المجلات بيكون في نسبة خطر على حياتك. أهلا بيكم في كرة شراب، وفي الحلقة ده هنتكلم عن التربص الكيدي اللي بيحصل لمحمد صلاح في الفترة الأخيرة، وليه مجلة بلاي بوي الإباحية بتحاول بقدر الإمكان تشويه صورة محمد صلاح، بالإضافة إلى أننا هنعرف أول رد فعل من محمد صلاح ضد المجلة. وقبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. في حادثة غير مسبوقة في أن النجم المصري محمد صلاح وقف في وجه المجلة الإباحية الشهيرة السابق ذكرها، ولكن ما حدش توقع أن المجلة يكون لها ردة فعل غبية كده زي ما بيقولوا. كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن ان صفحة محمد صلاح الشخصية على انستجرام بينزل عليها في قسم التاكس فيديوهات جنسية صريحة، واللي بتحتوي على مشاهد عارية بحتة في محاولة واضحة لتشويه صورة النجم المصري محمد صلاح، وده بعد ما كان هو اول من وقف في وجه ذلك النوع من المجلات وحذر الناس من عدم متابعتهم لمثل هذا النوع. مجلة بلاي بوي وقفت قصاد محمد صلاح بالمرصاد، وحاولت بقدر الامكان انها تشوه وتهز صورة محمد صلاح داخل المجتمع، وده ما حاولتش المجلة انها تنفذه من فراغ زي ما الناس فاكرة. ولكن انا هوضح لكم اللي حصل بالتمام. بعد حملة التوعية اللي قام بيها محمد صلاح ضد المجلة انخفضت نسبة المبيعات بشكل كبير للغاية، وده اللي كشفت عنه احد الصحف الفرنسية ووضحت ان مبيعات المجلة الاسبوعية انخفض الى النصف، فبالتالي هناك العديد من الارباح ضاعت عليهم، فكان من الطبيعي ان هم يحاولوا تشويه صورة النجم المصري محمد صلاح. اما اول رد فعل لمحمد صلاح انه سلم اكونتاته على فيسبوك وتويتر وانستجرام لاحد الشركات الكبيرة، واللي حاولت بقدر الامكان انها تحذف التاجز الموجود على اكونت الفرعون المصري على انستجرام، وكمان حاولت تعمل بلوكات لجميع الاكونتات اللي كانت بتعمل تاجز لمحمد صلاح في المحتوى الجنسي الصريح، واللي الى حد ما توقفت تلك الاكونتات عن عمل التاجز لمحمد صلاح. ولكن تفاجأنا انه تم عمل اكونتات جديده ولحد الان بتستمر في عمل تاجز للنجم المصري. واضح جدا الامر خرج عن النص واصبح هناك عداوه واضحه ضد النجم المصري محمد صلاح ومجله بلاي بوي الاباحيه. والخبر اللي بعد كده هشارك معاكم فيه نتائج دوري الابطال كامله لدور ال16. اختتمت ليله امس الاربعاء ذهاب دور ال16 من دوري ابطال اوروبا، وافصح عن جميع اسراره بنتائج مثيره للاهتمام، خالف بعضها المتوقع وخيب بعضها الامال، واسفرت مباريات الذهاب عن نصف اسرارها في انتظار ما ستسفر عنهم مباريات العوده ايام الثلاثاء والاربعاء 5 و6 مارس، وايام الثلاثاء والاربعاء 12 و13 مارس. وحقق نادي روما الإيطالي فوزا صعبا للغاية على ضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية، وأطاح باريس سان جيرمان بمضيف مانشستر يونايتد بهدفين لواحد على ملعب أولد ترافورد، وقطع شوطا كبيرا نحو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في انتظار الحسم على ملعب حديقة الأمراء، ونجح ريال مدريد في كسر سيطرة أياكس أمستردام على ملعب يوهان أرينا بتحقيق الفوز بهدفين لواحد. ووضع توتنهام قدما في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على ضيف بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي، ورفضت مواجهة ليفربول وبايرن ميونخ الألماني في أنفيلد البوح بأي من أسرارها، وذلك بعد انتهاء مباراتهما بصفر لمثله، وبنفس النتيجة انتهت مواجهة ليون ضد برشلونة في بارك أولمبيك ليون، وتم اختتام مواجهات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء بفوز مانشستر سيتي خارج أرضه على شالكة بثلاثة أهداف لهدفين، فيما أطاح أتلتيكو مدريد في معقله متروبوليتينو بيوفنتوس بهدفين مقابل لا شيء. والخبر اللي بعد كده حديث الصحافة العالمية عن ليفربول ومحمد صلاح بعد التعادل مع الباير. نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في الخروج من ملعب أنفيلد بتعادل سلبي ثمين أمام ليفربول في المباراة اللي جمعتهما أول أمس بذهاب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا. واهتمت الصحافة الإنجليزية الصادرة صباح يوم الأربعاء بنتيجة اللقاء والتي جاءت مخيبة لأمال جماهير الريدز، على الرغم من تراجع أداء بايرن ميونخ هذا الموسم عكس المواسم الماضية، لكن الفريق البافاري استخدم كل خبراته في دوري ابطال اوروبا ليفرض التعادل على الريدز. البدايه كانت مع صحيفه التليجراف التي لخصت اللقاء تحت عنوان فرصه مهدره،
حيث أجل غزة حسم التأهل إلى دور الثمانية إلى لقاء الإياب في ميونخ يوم 13 مارس المقبل. وقالت صحيفة ديلي ميل أن ليفربول اختفى على ملعب أنفيلد، ويصبح مستقبل الفريق في دوري أبطال أوروبا مهددا بعد مباراة أهدر فيها ماتيب وساديو ماني فرص محققة. وقالت صحيفة جارديان عن المباراة: هجمات متبادلة لكن التعادل يبقي المباراة متكافئة، في إشارة إلى فرص الفريقين خلال المباراة لكنها لم تترجم إلى أهداف ليتأجل الحزم إلى لقاء الأيانز أرينا. أما صحيفة ديلي ستار قالت ليفربول في مأزق بالتعادل مع بايرن ميونخ، كيف أخطأ الريدز على ملعب أنفيلد؟ والخبر اللي بعد كده: جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح. لم يسلم النجم المصري محمد صلاح جناح الريدز من الانتقادات السلبية التي تلاته عقب التعادل مع بايرن ميونخ الألماني، حيث أجمع عدد من جماهير ليفربول على أنه أهدر العديد من الفرص التي كان من شأنها تغيير مسار اللقاء، واتهموا البعض بأنه فقد السيطرة على الكرة وبالتبع سيفقد موهبته وسحره داخل الملعب. وقال أحدهم: صلاح عاش ليلة سيئة للغاية في أنفيلد. والخبر اللي بعد كده: مهاجم أرسنال يتضامن مع محمد صلاح ضد العنصرية. أعلن داني ويلبك مهاجم أرسنال الإنجليزي تضامنه مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول بعدما تعرض لهتافات عنصرية من جانب مشجعي ويست هام يونايتد، وذلك على هامش المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف. وقال داني ويلبك في تصريحات لصحيفة البيان الإماراتية: أنا أشعر بحزن شديد لما حدث، إنه أمر مرفوض ويجب أن يتوقف ليس في إنجلترا بل في كل ملاعب العالم، نحتاج إلى قرارات رادعة. ووجد محمد صلاح تضامنا مع كل اللاعبين، وحمل ميخائيل أنطونيو مهاجم نادي وستهام الاتحاد الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسؤولية ما يحدث في الملاعب من أحداث عنصرية في حق اللاعبين وحول رأيه في كرة القدم العربية ومنتخباتهم بشكل عام. قال اللاعب الإنجليزي: عندما نتحدث عن كرة القدم لا نربطها فقط بالأندية والمنتخبات الوطنية، الجماهير العربية الواسعة تعطينا فكرة عن مكانة هذه اللعبة في المنطقة، عشق هذه الجماهير لكرة القدم لا حدود له، هم يأتون لمشاهدتنا في إنجلترا وفي أسبانيا ودول أخرى، وهناك لاعبون عرب متألقون من بينهم محمد صلاح في ليفربول أفضل سفير للكرة المصرية والعربية. تواصل الصحف العالمية الجدل منذ ارتباط اللاعب الدولي المصري محمد صلاح بالذهاب إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكان مدير تعاقدات اليوفي دعم فكرة ضم صلاح ليوفنتوس، وأكد أن الفريق سوف يصبح لا يقهر بوجود رونالدو وصلاح معا في خط الهجوم، بينما أكد آيان راش أسطورة ليفربول أن النادي لن يوافق على بيع صلاح. من جانبها أكدت صحيفة ميرور البريطانية الشهيرة أن كريستيانو رونالدو صاحب الـ 34 عام أعطى الضوء الأخضر للناديه من أجل التحرك للتعاقد مع صلاح، مهما كان ذلك سوف يكلف السيد العجوز من الأموال. رونالدو أكد أن صلاح سوف يمنح يوفنتوس الكثير من الفوائد الهجومية بسبب سرعته وقدراته التهديفية وخبراته السابقة في الدوري الإيطالي لكونه تألق مع فيورنتينا وروما في الكالتشيو في وقت سابق. ويرى رونالدو أن صلاح لاعب جماعي يتميز أسلوبه ليس فقط بتسجيل الأهداف بل بخلق الفرص للزملاء، وهو ما يظهر في التجانس بينه وبين البرازيلي روبرتو فيرمينو في ليفربول، وهو ما دفع اللاعب البرتغالي للموافقة على وصول صلاح للبيانكونيري بنهاية الموسم الجاري. ويحتاج يوفنتوس لمبلغ لا يقل عن 220 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات صلاح في الصيف المقبل، ليصبح صلاح بهذا المبلغ هو اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم. والخبر اللي بعد كده: أرباح ليفربول تهدد انتقال محمد صلاح إلى يوفنتوس. كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول يعتزم الصمود من مختلف الأندية الراغبة في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأبرزها يوفنتوس الإيطالي. وذكرت صحيفة ميرور أن نادي ليفربول حقق أرباحا سنوية لتصل إلى 125 مليون جنيه استرليني، مما يدعم فكرة احتفاظ النادي الإنجليزي بخدمات محمد صلاح الذي يتقاسم صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج مع سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي برصيد 17 هدف لكل منهما. وأضافت الصحيفة أن نادي ليفربول لن يعتزم خسارة نجومه مجددا مثلما حدث في الأعوام الماضية بعد رحيل لويس سواريز الذي انتقل لصفوف برشلونة مقابل 82 مليون يورو، وفيليبو كوتينيو الذي انتقل إلى الفريق ذاته مقابل 135 مليون يورو في ظل تواجده بالمنطقة الآمنة من الناحية المالية. وكانت تقارير صحفية إيطالية ذكرت في وقت سابق أن نادي يوفنتوس يتطلع للتعاقد مع محمد صلاح وذلك في الصيف المقبل مقابل 220 مليون يورو، أو الاستغناء عن خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا لصالح ليفربول بجانب دفع 50 مليون يورو من أجل ضم النجم المصري. تفتكروا ليفربول قادر على الفوز على بايرن ميونخ الألماني في عقل دارو أليانز أرينا؟ ومن هو الفريق المرشح من وجهة نظرك للفوز بلقب دوري الأبطال هذا العام؟ وهل محمد صلاح قادر على تحقيق اللقب الأغلى في التاريخ إلى الريدز؟ اكتبوا لنا في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي اول مره تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصلكم فيديوهاتنا اول باول. وقبل ما ننهي الفيديو كالعاده ما تنسوش الصلاه على النبي.